جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم أحمد تسأل عن الحكم في معلمة قد تعمل أحيانا وسيلة تعليمية أو أكثر الأحيان لا تعمل، وحينئذ بدأ يدب إليها شيء من الحرج، ولا سيما أنها تعتني بالوسائل التعليمية إذا ما علمت أن هناك موجهة ستحضر في يوم معين. كيف يكون توجيهكم يحفظكم الله؟ يجب على المعلم وعلى المعلمة النصيحة في العمل بأدائه على الوجه المطلوب وإيصال المعلومات الصحيحة إلى الطلاب، وأن لا يكون هم المعلم أو المعلمة قدوم الموجه أو المشرف أو المدير، فيعتني بدرسه وبتعليمه عندما يعلم أنه سيزوره فلان أو علان، وإنما يكون هذا مهمته دائما وأبدا سواء زاره أحد أو لم يزوره، لأن هذا واجب عليه وأمانة في ذمته لا بد أن يؤديه على الوجه المطلوب. أما الذي لا يجتهد ولا يهتم إلا بمناسبة زيارة أحد المسؤولين فإن هذا مدرس غير ناجح في عمله وغير مستقيم في أداء مهمته، وهذا إلى الفشل أقرب منه إلى النجاح. نعم.